السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي الأفراد الأطباء الأشعة. دي حالة من حالات الدوبلر المهمة. الأهم مش مجرد التشخيص إنها الريش سندروم، المهم إزاي وصلنا للتشخيص ده بخطوات سهلة. تعالى كده مع بعض ونشوف الحالة دي. كان 49 سنة، ميل بيشنت، كان هيبي سموكر، عنده مايلد ديجري لونج ستاندنج لور اكستريميتي بين بيزيد مع الايفورت. إذا فهو intermittent colocations، يعني العيان ده اسكيميا. تمام، الكلينيشن بعته لك دوبلكس، وكالعاده غالبا ما بيبقاش فيه هيستوري وانت اللي بتاخده بنفسك. فانت خدت الهيستوري، في وجع وبيزيد مع، خلاص. ايه اللي انت شايفه؟ طبعا مونوفيزك. مونوفيزك الويف على ناحيه واحده من البيز لاين. الطبيعي في الاكستريمتي سواء كانت ابر او لور ان انا الاقيها في الناحيتين. مالتي فيزيك، سواء كانت تراي فيزيك، باي فيزيك، تترا فيزيك، المهم انها تبقى على الناحيتين. مالتي فيزيك. انا دلوقتي يا شباب علشان اعلمكم في الحاله دي هفترض اثنين سيناريو. السيناريو الاولاني لو انت دكتور الاشعه اللي مش جدع، يعني ايه اللي عايز تشتغل لك 100 حاله في اليوم وتتنقل من المركز ده والمركز ده عشان تلم فلوس كتير وناسي ان الرزق مضمون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. السيناريو الثاني انت عندك قاعده رزق مستريحه وعارف ان رزقك مضمون، وبالتالي هتشتغل ان ستيبس علشان العيان توصل له افضل تشخيص وتريكومند كمان المانجمنت اللي بعدها. فالافتراضي الاولانيه انا دكتور كده اللي هي الايه؟ الجماعه الثانيه اللي مش حلوين. فبصيت على الكومن فيمورال، مفيش ستينوزس، مفيش اوكلوجن ومونوفيزيكال فور. السوبرفيشال فيمورال مفيش ستينوزس، مفيش اوكلوجن، والسرعات بدات تقل. البوبليتيال مفيش ستينوزس ولا اوكلوجن، السرعات قلت خالص وبقت بارفاستاردس. وصلت لغايه الانكل بارفاستاردس لكن مفيش ستينوزس ولا في اوكلوجن، وبالتالي الاوبينيون بتاعك انت مش هتغلب نفسك بقى وتقعد تفكر وكلام من ده، ولا هتعمل جريدنج غالبا، والتقارير دي بنشوفها. كورونيك اسكيميك تشينجز، وانا هوصفه از ديسكرايبد اباف، وهتحط الكلمه اللي انت عارف ان هو بيدور عليها. نو سيجنيفيكانت هيموديناميك ستينوزس اور اوكلوجن. انت كده حكمت على المورفولوجي مش الهيمودينامكس. الهيمودينامكس يا جماعه هتبقى سيجنيفيكانت، لكن انت قلت له ما فيش سيجنيفيكانت ستينوزس، ودي طبعا هتبقى غلطه. الكلينيشن يشوف الكلام ده اللي هو مش اورينتد قوي بحته السرعات وكده، هيقول لك ايه؟ خلاص مفيش قفله، يعني انا مش محتاج اصلح له حاجه. طبعا دي تبقى غلطه كارثيه. هقول لكم ليه كارثيه. نمشي الاول بقى السيناريو الثاني دكتور الاشعه اللي انا عايزكم تبقوا عليه، اللي هو ماشي ان سيستماتيك واي، اللي هو ماشي وقلبه مطمئن ما بيجريش من هنا لهنا. ده هيمشي ان ستيبس، وعارف ان اللور ليم ارتيريال ستادي عباره عن ايه؟ ثلاثة سيجمنتس. السيجمنت الأولانية أورتو إيليك، السيجمنت الثانية فيمرو بوبليتيال، السيجمنت الثالثة إنفرا بوبليتيال. يا دكتور كلمنا واقعيا، ما حدش بيبص على الأورت ولا أنا ببص على الأورت، لكن لما أحتاج أبص هبص، مش همشي العيان وخلاص. يعني إيه؟ يعني أنا ببدأ غالبا كومن فيمرال، طلع معايا نورمال بكمل. طب لو طلع أب نورمال لازم بقى نكمل فوق ونعمل الثلاثه سيجمنت بالتفصيل. طب العيان مش متحضر، اجيبه في يوم تاني لان دي هتبقى حاجه مهمه، تمام؟ او ممكن نريكومند سي تي، يعني ما نخلصش الفحص عندنا وخلاص لو كان ابنورمال كومن فيمر. طيب نمشي بقى بالخطوات بتاعتنا ستيب باي ستيب. احنا بدانا ايه؟ اليوجوال عند الكومن فيمر. ايه اللي موجود فيه؟ بيتنت ومفيش ستينوزس ومفيش اوكلوجن، كلام جميل، بس ابنورمال ويف فورم اللي هي عباره عن ايه؟ السرعه والشكل. السرعه المفروض في الكومن فيمورال حوالي 100 سم بير سكند، هنا 50. بعد ما ظبطت طبعا الانجل والستير والانجل تحت 60، خلاص انت كده متاكد ان السرعه دي ريديوست. والويف فورم مونو فيزيك، تمام. في حاجه اسمها اكسليريشن تايم، يعني التايم علشان يوصل للبيك بتاع السيستول اللي هي السيستوليك ابستروك برولونجت سنه. دي يعني ايه؟ ريتاردد سنه، بدايه التاردس ويف فورم. طيب لما تلاقي اب نورمال كومن فيمورال انا بعمل ايه؟ ابص على الناحيه الثانيه على طول.
طيب يبقى النكست ستيب بص على الناحيه الثانيه. بصيت على الناحيه الثانيه نفس التشنجز، يعني ايه؟ الاثنين فيهم سرعات قليله، وان كان طبعا الليمب اللي هو عايزه في الاكزامينشن سرعاته اقل، عشان كده بيشتكي بالناحيه دي، تمام؟ لكن غالبا دي مشكله بايلاترال. بايلاترال ريديوسد فيروستيز، بايلاترال انكريز اكسلريشن تايم، بايلاترال مونوفيزيك وفورم وذ هاي دايستوليك كومبوننت. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان في سنترال او في بروكسيمال اورتو الياك اوكلوجن. طب لو كان يا جماعه اب نورمال في ناحيه والناحيه الثانيه نورمال، معناها غالبا ان في يونيلاترال باثولوجي، لكن دي كده معناها ايه؟ سنترال باثولوجي، يا اما الاليك على الناحيتين فيهم مشكله يعني ستينوز وستينوز، يا اما الاورتو اليك. يبقى كده لازم امد الفحص لمين؟ للاورتو اليك سيجمنت، لازم استبعد اورتو اليك اوكلوجن. يبقى الخطوه الثانيه هي السيجمنت الثانيه، هنبص على الاورتو اليك سيجمنت. بسم الله الاورطه تجيبه من تحت ولا من فوق؟ اجيبه من فوق، لان كلنا متعودين نجيبه في الابيجاستريم ونعلق عليه تبع الابدومينال ستادي. فاحنا بنعمل ايه؟ جبناه من فوق ونزلنا به لتحت لتحت جاست اباف البايفوركيشن بتاعته اللي هو عند تقريبا ايه الليفل بتاع الامبليكس. الاورطه مش واخد اي فلو. طب يا دكتور ما يمكن انت مش مظبط السيتنج. لا، انا عشان اقول ابسنت فلو خلي السيتنج فيري لو. الاي في سي باين والاورطه مش باين، فعلا كده ما فيهوش سيجنال، ده ممكن يكون اوكلوجن. يا نهار ابيض، طب ما تبص على الاي اكس. نزلت تحت شويه، الاي في سي اتقسم الى كومن الياك فينز اللي هم هنا، انا مزود بقى الكالر بين تمام ومقلل السكيل، ومع ذلك ما فيش ريحه للكومن الياك ارتريس. يبقى الاورتا اوكلودد والكومن الياك ارتريس اوكلودد مش ديستندد، معناها انهم كرونيك. كرونيك يعني بقى حاجه فايبروتك، عشان كده انت مش شايفهم، بقوا كونتراكتد خالص. طيب ايه الحاجات الصغننه دي؟ ممكن تبقى كولاترالز. خلاص مش هعلق عليه هنا، السي تي احسن في الكولاترالز. يبقى انت كده قلت له ان في اورتو الياك اوكلوجن، ده تشخيص. اورتو الياك اوكلوجن ده تشخيص اسمه ليريش سيندروم. طيب انت كده عرفت التشخيص، بس لسه ما عملتش جريدنج للاسكيميا. كمل بقى بوبليتيال وانفرا بوبليتيال واحده واحده. يبقى الستيب الثالثه، خلص الفحص بتاعك واعمل جريدنج للاسكيميا، علق على الستيت اوف كولاترالز، مش توصف كده وخلص. بصينا للبوستيريو تيبيال انتيريو تيبيال بيرونيل، وبنيجي عند الحته بتاع الانكل ونقيس السرعات علشان نعمل اندكس ونعمل جريدنج للاسكيميا. البوستيريو تيبيال كان عند الانكل 12 او 13 سنتي بير سكند، يبقى السرعه قليله جدا تمام، وبرده خد وقت عقبال ما يبقى عقبال ما يوصل للبيك اوف ستون، لدرجه اننا مش شايف اي شارب بيك ولا حاجه، يبقى دي اسمها باركاس تاردس. حلو جدا. طب الانتيريو تيبيال عند الانكل اتطحن خالص لدرجه انه اسوء من البوستيريو تيبيال تمام. يبقى انا كده وصفت الويف فورم وجبت السرعات، اعمل لي بقى جريدنج. الجريدنج بتتعمل بحاجه من الاثنين، يا اما عندك انكل بريكيال اندكس يعني قيس جهاز الضغط في الايد وفي الرجلين، بس المشكله تايم كونسيومنج وايفورت وكلام، وفي الاخر ممكن يطلع ان اكوريت لو العيان عنده كالسيفيكيشنز جامده جدا، زي العيان بتوع الاثروسكلوزز، العيان بتوع الكورونيكيال فيلر، وبالتالي مش ريلايبل. اللي مر ريلايبل ان انا اقيس سرعات، يعني الدوبلر بتاعي يكفي، ما انا كده كده قايس، خلاص احسب واقسم. حسبت الانتيريو تيبيال والبوستيريو تيبيال وجمعتهم طلعوا 18 على 2 فيها 9. يبقى الانكل بيك سيستوليك فيلوستي اندكس اللي هو مجموع الاثنين ونقسمه على 2 طلع 9. طب ده معناه ايه؟ لو اقل من 25 بتساوي كريتيكال ليمب اسكيميا. يا نهار ابيض، ده تشخيص وتشخيص خطير، والعيان محتاج كده ايرجنت مانجمنت. بس ايجنت مش معناها يوم ولا اتنين، لان العيان ده بقاله فتره، لكن لازم يحصل سيرجيكال انترفنشن. تعال نعيد ترتيب الخطوات تاني. انا بدات في الكومن فيمورال ولقيته ابنورمال، نبص على الكومن فيمورال الناحيه الثانيه. لو الناحيه الثانيه طلعت نورمال خلاص انا عارف ان في يونيلاترال باثولوجي. الناحيه
الثانيه طلعت ابنورمال، يبقى يا اما بايلاترال باثولوجي يعني الاثنين ايليك مقفولين، يا اما سنترال بروكسيمال اوكلوجن. نعمل ايه؟ نبص على الاورتو ايليك سيجمنت. الاورطه والاليكس مقفولين بتساوي لريش سيندروم. ما هو الليريش سيندروم؟ اورتو ايلياك اوكلوزيف ديزيز انفرا بوبليتيال ليفل. طيب بعد كده كمل الفحص بتاعك ديستالي وقيس سرعاتك علشان احدد الجريد بتاع الاسكيميا اللي هي الانكل بيك سيستوليك اللي قال اندكس. اللي قال لي ايه؟ قال لي انها كريتيكال للاسكيميا، وده بيدينوت ايه؟ ان في بور كولاترالز. طالما بور كولاترالز العيان ده محتاج سيرجري علشان ريجين الفاسكولاريزيشن من اول وجديد. يبقى الكلينيشن او الراديولوجيست اللي مش جدع كتب كلمتين ما خدمش العيان، ما خدمش زميله الكلينيشن، عشان كده صغرت لكم الصوره بتاعته. الراجل بقى الجدع بقى ده اللي ماشي سيستماتيك بي سيستماتيك يحتار عدوك فيك، عدوك اللي هو الايه؟ التشخيص الغلط اللي هو العيان يضر. اعدائك هتبقوا كتير، فانت لو مشيت سيستماتيك هتنتصر عليهم باذن الله، وهتاخد طبعا اجر دنيا واخره. أول حاجة أنت كتبت تشخيص مش وصف وخلاص، تشخيص بعينه. وخليك سيمبل، مش كل الكلينيشن بيقروا زي راديولوجيست. ليريش سيندروم، أيوه ده إيه بالظبط؟ يعني انفرا رينال أورتو إيلياك أوكلوجن. أنا مش هكتب تشخيصه بس، لأ هعمل جريدنج للإسكيميا الأنكل بيك سيستوليك الأوستي إندكس كونسيستنت ويز كريتيكال ليمب إسكيميا، ما بين قوسين بور كولاترالايزيشن. طيب ده انا مش هعمل تشخيص واعمل جريدنج وبس، ده انا هريكومند الخطوه اللي بعديها فور سي تي اي. ليه يعمل سي تي انجيوجرافي؟ عشان اعلق على الستيت اوف كولاترالز، وعلق على الاكستنت اوف اوكلوجن، هي واخده سيجمنت قد ايه، علشان لما يعملوا باي باس يبقى عارف ان هو هيعمل مثلا اورتو ايلياك ولا اورتو فيمورال، يحدد النكست ستيب اوف مانجمنت. يبقى الشكل ده هو ده اللي المفروض تكتبوا بيه، هو ده اللي المفروض تشتغلوه عشان تخدموا المرضى وتخدموا الكلينيشنز وهكذا. يبقى العيان ده عنده الريش سندروم. ما هو الريش سندروم يا شباب؟ ده انفرارينال تحت مستوى الرينال ارتريز اورتو ايلياك اوكلوزيف ديزيز. الاورطه اتقفل تحت بعد ما اداني الرينال ارتريز. الايتيولوجي بتاعه اثيروسكليروزس زائد سموكينج، عشان كده اكتر طبعا او بريدومينتلي ميل. طيب طبعا اورتو ايدي اوكلوجن ممكن يحصل في الفيميل، بس هنا بريدومينت ميل لان اكسلريتد اثيروسكليروزس بسبب السموكينج. عيان زي بتاعنا ده 49 سنه لسه ما دخلش في الالدرلي، ومع ذلك عنده السندروم ده. كلينيكالي ثلاث حاجات، كلينيكال تريات كلوديكيشنز ما انا متعود عليها بتاع الكاف ريجن، لا مش الكاف بس وبس، عنده جلوتيل كوليديكيشنز، عنده ثاي كوليديكيشنز، بيلفيك كوليديكيشنز، وعنده نقطه ثانيه غالبا بيتحل يسال عليها، اسال انت عليها خصوصا لو كان لوحده، العين بتاعنا كان جاي ومراته فما رضيش اسال في النقطه دي، اللي هي امبوتنس، عنده اركتايل ديسفانكشن. وكمان دي الكلينيشن بيقولها لك بقى ان ديكريزد ديستال بالسس. يبقى الثلاثه دول ده الكلينيكال بتاع السونار. هتلاقي باربس تربس في الكومن فيمورال على الناحيتين، هتلاقي كلودد اورتا وما فيش سيجنال في الكومن ايليا كارتريس على الناحيتين. طب ديستالي حسب الجريد بتاع الكولاترالز هتبقى الاسكيميا، ممكن تبقى مايلد خلاص ده مش محتاج مانجمنت حاليا، ممكن تبقى سيجنيفيكانت زي العيان بتاعنا، لا ده محتاج مانجمنت حاليا. النكست ستيب سي تي اي، انا عايز اعرف الاورتو ايليك سيجمنت المقفوله قد ايه عشان احدد بقى التايب اوف مانجمنت. عايز اعرف الستيت اوف كولاترالز عامله ايه، هل هي ويك ولا سترونج كولاترالز. المانجمنت اوبشنز كذا حاجه، من ضمنها ان انا اعمل اورتو فيمورال باي باس. انا هجيب الاورطه فوق منطقه الاوكلوجن وهوصله في الكومن فيمورال ارتريز، انا عديت بقى الحته دي، والبيلبس كده كده يسبلاي بالكولاترالز بتاعتنا كان إنه. يبقى ده الريش سندروم انت وصلته في خطوات، ثلاث خطوات بالثلاثه سيجمنتس بتوعنا. يا ريت يا ريت كلنا نمشي السيستم، نمشي الستيب وايز، ما نستعجلش علشان نأدي خدمه كويسه. دايجنوزس جريدنج ريكومنديشن. يلا بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.